كلهم من حياة الأرض بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي. إن شاء الله في هذا الدرس سوف نتعرف على الجهاز الهضمي وأيضا على مصادر الأغذية التي يتم تناولها عن طريق الفم. بمعنى بغينا نعرفوا شنو كيحدث لهاد الأغذية اللي كيتناولها الإنسان عن طريق الفم لنبدأ على بركة الله. كما نلاحظ في هذه الصورة هذا الطفل قد خضع للتو لعملية جراحية على مستوى الأنبوب الهضمي، لهذا لم يستطع الطفل تناول الأغذية عن طريق الفم، فتم تزويده بمصل اقتياتي. هذا المصل ما نعرفه على أنه سائل يضم الماء وأيضا الأملاح المعدنية والجليكوز والأحماض الأمينية، أي الحاجيات الاقتياتية التي يحتاجها الإنسان من أجل العيش. إذن هذه الصورة تدفعنا إلى طرح التساؤل، أي ماذا يحدث لهذه الأغذية وكيف يتم تجزيئها لتصبح جزيئات ذوبة في الماء. إذن إن شاء الله انطلاقا من سلسلة من التجارب سنتعرف على المصير ديال هذه الأغذية على ثلاث مستويات: المستوى الأول هو على مستوى الفم، والمستوى الثاني على مستوى المعدة، والمستوى الثالث على مستوى المعي الدقيق. إذن في كل مستوى من المستويات كتحدث بعض التفاعلات اللي كتخلي هاد الأغذية كتبسطو جزئيا، بمعنى عندي جزيئة كبيرة كتجزأ شوية كتولي جزيئة بسيطة، من بعد هاد الجزيئات البسيطة كيتجزأو باش يولي جزيئات دقيقة. إذن كما نشاهد في هذا الرسم التوضيحي، هذا الشخص قد أكل للتو جزءا من الطعام ويمضغه بواسطة الأسنان. أثناء المضغ يختلط هذا الطعام باللعاب الذي يفرزه أو تفرزه الغدد اللعابية، ويتم ابتلاع الطعام الذي يمر عبر المريء. هذا الطعام عبارة عن أغذية ممضوغة وممزوجة باللعاب تتجه نحو المعدة. المعدة سوف تتقلص، سيقوم بعمليات تقلص لجدار المعدة من أجل تفكيك هذا الطعام وتخليطه بالعصارة المعدية، ثم يتجه نحو البنكرياس حيث ستحدث له تفاعلات مع الصفراء. بعض الأطعمة يعني بعض الأجزاء ستتفاعل مع هذه الصفراء ثم تمر عبر المعي الدقيق. هنا تحدث عدة تفاعلات سنراها لاحقا إن شاء الله. هي مجموعة من التفاعلات التي تحدث للطعام من أجل التحول إلى طعام أو مكونات دقيقة وجزيئات ذوبة في الماء، بمعنى مواد القيت مثل التي توجد في محاليل القيت التي تركب للمرضى أثناء إجراء عمليات جراحية. إذن السائل الدم يقوم بأخذ المكونات الضرورية من هذه الأطعمة، وذلك انطلاقا من جدار المعي الدقيق. بعدها تمر الأطعمة نحو المعي الغليظ، وخصوصا الأطعمة التي لم يتم مضغها. هذه الأخيرة يتم تجفيفها عن طريق تقلصات هذا المعي الغليظ، ثم تدفع نحو المخرج أو الشرج. في هذه الحالة تكون تلك الأغذية متصلبة، ما ندعوها بالغراس. إذن على مستوى الفم، فكما نعرف إذا أخذنا قطعة من الخبز وأكلناها نحس فيها بمذاق السكر. إذن الخبز يحتوي على جزيئات النشا، إذا اعتبرنا أن هذه هي جزيئة النشا، هي جزيئة كبيرة النشا، إذن سكر معقد. يتم تفاعل هذا النشا على مستوى الفم مع اللعاب، فهذا اللعاب يحتوي على الماء، إذن هذه يعتبرنا هذه جزيئة الماء. إذن النشا مع الماء يتفاعلان، وذلك بتحفيز من أحد الأنزيمات الموجودة على مستوى اللعاب والذي نسميه بالنشواز، ويعطينا كنتيجة تفكيك جزئي
هذا النشرة على مستوى اعتبرنا كل جزئيتين، إذا غيعطيني إذا جزئية واحدة تفكك لجزئية بسيطة عن طريق ما يسمى بالحل المرئي، أي حل هذه الجزيئة إلى جزيئات بسيطة عن طريق تفاعل النشا مع الماء. إذا في هذا التفاعل ضروري تواجد النشواز اللي هو لعاب يحفز هذا التفاعل، بمعنى لا يدخل في التفاعل وإنما فقط محفز ضروري من أجل تفكيك النشا بواسطة الماء ليعطينا جزيئتين من المالطوز. إذا اعتبرنا هذا السكر، إذا النشا أصبح مالطوز. بطبيعة الحال كيبقى الماء، إذا النشا مع الماء بتحفيز إذا هذا النشواز أنزيم محفز لحدوث هذا التفاعل. إذا هذا بالنسبة على مستوى الفم، على مستوى الفم. إذا على مستوى المعدة، على مستوى المعدة لدينا أيضا تفاعل وهو المستوى الثاني. هناك تفاعل يحدث بين البروتيدات وبين العصارة المعدية. إذا أخذنا سلسلة طويلة من البروتيدات، البروتيدات وبتحفيز من أنزيم جديد، إذا بالنسبة لجزيئات الماء دائما حاضرة لأن هذا التفاعل تفاعل الماء يتم تفكيك بواسطة جزيئات الماء. إذا البروتيزات مع الماء ضروري من وجود أنزيم، هذا الأنزيم يسمى أنزيم البيبسين. هذا الأنزيم لا يكون فعالا إلا على المستوى الحمضي، يعني يفكك هنا يفكك هذه البروتيدات إلى جزيئات بسيطة يطلق عليها اسم عديد البيبتيد. إذا على مستوى المعدة الدقيق إن شاء الله هناك عدة تفاعلات تحدث، يعني نقول أربع تفاعلات. إذا بالنسبة للتفاعلات نشوفها إن شاء الله. إذا على مستوى المعدة الدقيق تختلط الأغذية مع مجموعة من العصارات، أولها العصارة البنكرياسية التي يفرزها البنكرياس والعصارة المعوية التي تفرزها الغدد المجهرية لجدار المعي الدقيق، وأيضا الصفراء التي تفرزها الخلايا الكبدية. إذا هذه الصفراء عندها واحد الدور مهم في التحولات الكيميائية التي تحدث لهذه الأغذية. التحول الأول بالنسبة للسكر اللي ينتج عن تفكك النشا واللي هو المالطوز، لأن التفاعل الأول المالطوز يتفاعل مع أنزيم المالتاز دائما بوجود جزيئات الماء، لأن الماء يعطينا أصغر جزيئة للسكر والتي هي الجليكوز. الجليكوز جزيئتين من الجليكوز مفككتين، إذا الجليكوز. التفاعل الثاني الذي يتم على مستوى المعي الدقيق هو تفاعل يتم ما بين جزيئات عديد البيبتيد، إذا جزيئات عديد البيبتيد مع الماء، مع جزيئات الماء، وذلك بتحفيز من أحد أنزيمات البروتياز 2، إذن أنزيم البروتياز 2 أو يطلق عليه أيضا اسم البيبتيداز، البيبتيداز. هذا التفاعل دائما وجميع التفاعلات الأخرى تتم داخل الجسم، إذن في درجة حرارة 37 درجة. إذن النتيجة تفاعل البيبتيد مع جزيئات الماء وبحضور أنزيم البروتياز 2 يعطينا أحماض أمينية
وهذه الأحماض الأمينية هي أصغر جزيئة بروتينية من التفاعل الثالث، يتم ما بين الدهنيات. إذا أخذنا قطرة كبيرة من الدهنيات، قطرة دهنية، وأضفنا عليها الصفراء، فإن النتيجة هو استهلاك هذه القطرة الدهنية والحصول على جزيئات دهنية. جزيئات دهنية، هذا التفاعل أو هذه العملية تسمى بالاستهلاك. بالنسبة للتفاعل الرابع، هذه الجزيئات الدهنية، إذن هذه الجزيئات الدهنية تتفاعل مع أنزيم الليباز. إذن نعتبر أن هذا هو أنزيم الليباز، فإننا نحصل على أصغر جزيئات دهنية، الجليسيرول، ونحصل كذلك على الأحماض الدهنية. إذن كخلاصة عامة إن شاء الله سوف نتطرق إلى جميع التفاعلات التي رأيناها على مستوى الجهاز الهضمي للإنسان. إذن بالنسبة للتفاعل الأول والذي حدث على مستوى الفم، رأينا أن النشا يتفاعل مع الماء، وذلك بتحفيز من أحد الأنظيمات وهو يسمى بأنظيم نشواز، ويعطينا المالطوز. إذن جميع التفاعلات تقع داخل الجسم، إذن في درجة حرارة 37 درجة. التفاعل الثاني على مستوى المعدة وهو تفاعل البروتيد مع الماء بتحفيز من أنزيم البيبسين، يعطينا عديد البيبتيد. بالنسبة للتفاعلات الأخرى التي تحدث على مستوى المعدة الدقيق، فأول تفاعل هو تفاعل المالتوز مع الماء بتحفيز من أنزيم المالتاز في درجة حرارة 37 درجة دائما، يعطينا الجليكوز. التفاعل الثاني وهو تفاعل عديد البيبتيد مع الماء بتحفيز من أنزيم يسمى أنزيم البيبتيداز، ويعطينا الأحماض الأمينية. أما بالنسبة للتفاعل الأخير وهو تفاعل الدهنيات التي تم استحلابها بواسطة الصفراء مع الماء، إذا الدهنيات بالنسبة للجزيئات الدهنية تتفاعل مع الماء، وذلك بالتحفيز من أنظمة الليباز، يعطينا أحماض أمينية وجليسيرول. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس الذي يحمل عنوان الجهاز الهضمي. إن شاء الله لا تنسوا متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، وقناتنا على اليوتيوب، ولا تبخلوا علينا باقتراحاتكم أو استفساراتكم. شكرا على حسن المتابعة، وإلى درس آخر إن شاء الله.